شاهدوا حيوان الحصان وشفه الدميس، بسم الله ما شاء الله. في منظر حيوان الحصان زي ما شايفين، ده شكلها الجميلة، منظرها الرائع. في حاجة ونضيف كمان النقطة الرابعة، هذا منظرها، منظر حيوان الحصان. زي ما شايفين إنه ده صاحبها، صاحبها لازم. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.